العالم كلها عم تحكي على اللي صار امبارح. بستغرب كيف رجعت قدرتي تغني وتكمل الحفلة بعد اللي صار. ليش في أحلى من اللي صار؟ بفهم من كلامك إنه أنت مرتبة كل شيء. بتعرفني ما بحب السبرايزات، أنا دائما لازم أكون جاهزة لكل شيء. عم بيقولوا كمان إنه شحطها من الفيلا، شو قولك طلقوا؟ ما بعرف، بكرة بنعرف. كيف يعني؟ بعصايتي السحرية نينار. صحي شرب قبل ما انسى، دور لي على اسم نادي على الفيس. اوكي. لك وينه؟ لك يخرب بيتها شو غبية، تاركة صورتها وصفحتها على الفيس، بدها تفضحنا هي. بتعرفي منيح اللي انتبهتي. روح روح جيب لي هي الحيوانة، وأول ما توصل لها خليها تلغي صفحتها على الفيس نهائياً، وإذا عندها على التويتر والإنستغرام شي كمان خليها تلغيهم وجيبها لهون فوراً. بأمر الأميرة. لك شو هالغباء هاد؟ إن شاء الله ما يكون جو وصل للصفحة وشافها. يقطع عمره، لك على هالصور شو فولجير. سوسان قايلت له الاسامي انه تيفا مقرب عليها وصاير بيناتهم شي. شو؟ شو شو؟ هي قالت هذا الحكي؟ طب ليش؟ الظاهر انه ما قدرت تدمره لتيم فقررت تدمر بداله سامي. هو صدقها؟ يا وفاء يا وفاء افهميني، بنتك سوسان عم تحاول تزرع الشك بقلبه لسامي، وهذا الشيء ما بيصير. هذا الشيء خطير كتير، لأنه من وقت ما طلبها وهي عم تحاول تدفشه ليعلق مع أخوه. لا الظاهر بنتي صار بدها تربية من أول وجديد. استني أختي استني، مو هيك بتنحل القصص. لك يا سواد وشي منكم، يا سواد وشي منكم. أنا اهدي وفاء اهدي وروي، الله يرضى عليك يا روي، خلينا نعرف كيف بدنا نحل هالمشكلة. أنا بحكي مع سامي وفهمه. الله وكيلك هذا الحكي ما صار ابنه، مستحيل يكون صاير لك أختي، مستحيل. والله أنا بعرف إنه مو صاير، بس هلأ سامي ما رح يصدقك وكمان ما رح يصدقني. سوسن هي الوحيدة اللي ممكن تحكي له الحقيقة.